قلت لها قاعد هنا انا ما ادري شوف الدخان شنو راح تشوي تكه لك يا تكه لك المطبخ احترق العقلي ويلي ويلي سيدي بسرعه ابو ماشي 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 لك هاي شلون هاك 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 هاي شنو هاي لزقه مال الحروق وين لزقه براسك لك جيب لي طفايه امشي ماشي دي تقول لي فهمني هيجي ويلي يا هاي طفايه طفايه مال سجاير لك شو اسوي طفايه مال سجاير لك جيب لي طفايه مال حريق انت قلت لي طفايه وقوم امشي روح جيب امشي ولا حتى ذول سجج ماكو طفايه ماكو طفايه ايش امشي روح جيب صنده امشي ماشي هو اللي راح نحترق وين هاك هاي صنده العب بيه تو كاس صنده اقطع على السعر ظهرك شنو لك الصنده كبيره طويله انت فهمني امشي ويلي يا ابا ويلي ابا راح يعمل هاي صنده وي وين؟ اوه لك تمشي هاك اشرب عزله ارجع عبر عزله لك ما ارجع اشرب مي لك اريد المي المي خلي صوته بالمي يمشي ماشي ماشي بالحايط يابه هاي يجي لك انت عثوان شنو؟ لك عثوان لك خليها بالبوري ويلي يابه فهمني يجي يلا عبو لك هذا قبل الحايط بيتنا احترق يلا معود وين صح؟ ها شنو؟ انت مرت البوري وصنده؟ لك البوري مال ماي راح اشعل كابه دول الحنفيه تفتحها تخليها بالصنده انت عمد ماشي ماشي يلا بسرعه ويلي ما حتلحق لنا شلون؟ هاك هاك طفي طفي ها شنو؟ انت ممكن تخليه بالحنفيه المي وين المي؟ مو هذا المي لك مو هذا المي ايش شنو؟ بعد ما تحب بعد طبعا لو انا غبي لو انا غبي انت مين انت الغبي؟ لك هاي النار صارت عاليه انا راح ادخل جوا بالنار ماشي امشي اجيب القناع ماشي يلا بسرعه بيتنا راح يحترق احترق وش مخل بيتنا هذا القناع عندي عيد ميلاد جايب لي هذا القناع لا تجيب لك مال اسد لك يا اسد لك قناع مال اكسجين امشي ما عندنا ما عندنا لك بعد ما لحق لك امشي خليني اصفر يلا هاي ايش اسوي انت ممكن تنطفر انا راح احرق روحي احسن شيء راح اذب روحي بالنار واخلص من عندك يلا منا منا دتلا دتوب دتوب وخلصني